موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه، أي قومه، لكن خص الأشراف هم الملأ لأن الناس تبع لهم. قال بآياتنا أي حججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له. الكبر أعظم مرض يمنع الناس عن الإيمان، خصوصا القادة والكبراء. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله، أقسموا على ذلك، علشان لام التوكيد مع إن يسموها الموطئة للقسم التي تدل على وجود قسم حذف أداة القسم اللي هي والله مثلا أو آلهتنا، أو وكأنهم أقسموا، قبحهم الله، أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان. والعجيب أنهم يعلمون أن السحر مذموم، لأنهم يريدون ذم موسى وما جاء به، فيقولون أنه سحر، ومع ذلك هم يستخدمونه. يعني الكبر حلال ليهم والسحر حلال ليهم، ولما يبقى عند موسى يبقى أتكون لكم الكبرياء في الأرض، ولما السحر يبقى إن هذا لسحر مبين. موازين يعني عجيبة. قال كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قلنا الراجح فيها أن المعنى أتقولون للحق لما جاءكم سحر، يبقى يعني المقول
هو محذوف للدلالة عليه، ثم ابتدأ جملة إنكار جديدة فقال أسحر هذا؟ وده هو الأقرب أن أسحر هذا من قول موسى صلى الله عليه وسلم ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا أجئتنا لتلفتنا، قال أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكم الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أكثر العالم يريدون أن تكون الرياسة لهم لا لغيرهم، والكبرياء والعظمة يمنعون منها غيرهم. لماذا تطلبونها أنتم إذا كان هذا مذموما أن يطلب الإنسان الرياسة كما تشيرون إلى ذلك فيما تتهمون به موسى؟ فلماذا تطلبونها أنتم؟ لماذا تفعلون المذموم وكأن ذلك خاص بهم؟ قال وما وتكون لكم الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه. له الحمد عز وجل، لأن فرعون يستحق أن يمكر به، لأن الله هو خير الماكرين، ومكره بمن يستحق أن يمكر به من القوم الماكرين بالباطل المجرمين الظالمين. قال سخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم. وكأن البيئة التي كان فيها موسى صلى الله عليه وسلم في قصور فرعون لا بد وأن تتغير حتى يتهيأ للنبوة والرسالة، كما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء. راعي الغنم بيبقى دائما في الإيه؟ في الخلاء. الإنسان يحتاج أن يكون وحده، اللي جالس في أبهة الحكم والسلطة والرفاهية لا يصلح قلبه. فلا بد من فترة كانت 10 سنين هيئ فيها موسى صلى الله عليه وسلم للنور الذي أنزله الله عليه. قال ورزقه النبوة والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه. هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان، كانت دولة شديدة القوة وشديدة البطش ومؤثرة في الأقاليم حولها. قال فجاءه برسالة الله وليس له وزير سوى أخيه هارون. عليه الصلاة والسلام. فتمرد فرعون واستكبر، أخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية، وقوى رأسه وتولى بركنه وادعى ما ليس له وتجهرم على الله وعتى وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل. والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون صلى الله عليهما وسلم، ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام،
ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يد موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد مرة، مما يبهر العقول ويدهش الألباب، مما لا يقوم له شيء ولا يأتي، لا يقوم له شيء يعني لا يقف أمامه، لا يمكن لأي ساحر أو غيره أن يقف أمام ما جاء به موسى. سينتصر ما جاء به موسى، سيظهر ويقع الحق، لا يمكن أن يقف الفراعنة وسحرتهم وجنودهم أمام ما جاء به موسى. لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله، وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة، حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لقومه ائتوني بكل من يسحر من السحرة عليم بالسحر. في هذا الموضع ذكر الله طلبه بكل أن يأتوه بكل ساحر عليم، وذكر في سورة الشعراء وعدهم إياه أو طلبهم منه: يأتوك بكل سحار عليم. فكأنهم جمعوا كل أنواع السحرة، وسحار صيغة مبالغة من إيه؟ من ساحر، فكأنهم السحرة الأعلى. وأيضا لم يكتفي بالسحارين حتى جاء بكل إيه؟ ساحر، بكل ساحر، يعني جمع جميع السحرة من جميع المملكة وحشرهم، لأنه قال: فابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، يعني يحشرون السحرة من أقطار المملكة كلها، ومعهم يعني لو قلنا السحار ساحر درجة أولى وأعلى، وجابوا كمان الدرجة الثانية اللي عن طالما عنده علم بالإيه؟ بالسحر. يذكرون أنه حشر له وجمع له 80,000 سحر، وهذا ليس بمستبعد، لأن فراعنة يعني كانوا أساتذة في السحر، وإلى يومنا هذا يظهر عند الجهلة ما يسمونه لعنة الفراعنة عند بعض القبور، والظاهر أن ذلك من السحر الذي جعلوه في مقابرهم إن كان صح ما نقله الناس. ولكن الفراعنة كان عندهم سحر هائل، وجمع فرعون جميع السحرة بلا استثناء، سحار وساحر عليم. فلما جاء السحرة قال ابن جرير: فلما جاء السحرة فرعون قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعصيكم. وفي الكلام محذوف قد ترك وهو: فأتوه بالسحرة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، ولكن اكتفى بدلالة قوله: فلما جاء السحرة على ذلك، على أنهم أتوه بكل سحر، فترك ذكره، فترك ذكره. وكذلك بعد قوله: ألقوا ما أنتم ملقون، محذوف أيضا قد ترك ذكره وهو: فألقوا حبالهم وعصيهم. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال
موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال فلما فيها محذوف أيضا قد ترك ذكره وهو فألقوا حبالهم وعصيهم فلما ألقوا قال موسى ولكن اكتفى بدلالة ما ظهر من الكلام عليه فترك ذكره. وفي الحقيقة أن هذا مذكور في موضع آخر، يعني قصة موسى صلى الله عليه وسلم فيها من العجب فيما ذكر وما ترك في المواضع المختلفة، إذا جمعتها علمت ما حصل تماما. قال عز وجل قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فأول ما وقع في نفس موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا أمر لم يظهر للناس إنما كان في نفس موسى، علمه الله وأخبرنا به لنتعلم ما نصنع عندما يحدث لنا أن نولس خوفا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده داخل سيدنا موسى، قال أمره الله بذلك. فعند ذلك لما ألقوا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يعني إذن دي لحظة أخرى قبل لحظة إيه إلقاء موسى عصا وإبطال سحرهم. بالأمر الأول أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم، زادوا على ذلك وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، خيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى أن يقبل الناس هذا السحر ويغتروا به، فثبته الله بوحيه. فبعد أن ثبت بوحي الله جزم بأن الله سيبطل سحرهم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. في المواضع الأخرى من القرآن بيان أن الله أن موسى ألقى عصاه فصارت ثعبانا مبينا يلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطن ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فلما ألقوا ما هم ملقوه قال لهم موسى ما جئتم به السحر، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الحجاز والعراق ما جئتم به السحر على وجه الخبر عن موسى عن الذي جاءت به سحرة فرعون أنه سحر، كأن معنى الكلام على تأويلهم. قال موسى الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر، يبقى ما جئتم مبتدأ والسحر خبره، ما جئتم به السحر اكتملت الجملة، إن الله سيبطله جملة جديدة. وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين والبصريين ما جئتم به السحر على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به،
أسحر هو أم غيره؟ عجيبة دي، لأن موسى جازم بأن هذا إيه؟ سحر. قال أبو جعفر وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر لا على الاستفهام، لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاكا فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه أي شيء هو. صدق. أو اللي أروى السحر لازم يقدر شيئا آخر غير أن موسى يسألهم، وإنما يكون مثلا السحر تظنون أنه يغلب الحق أو نحو ذلك، لا ففيها تقدير طويل. وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان علم من السحرة، قد كان على علم من السحرة، إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه إياه، آتاه، فلم يكن يذهب عليه أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عما جاءوه به من الباطل، فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه، يعني عارف أنهم مبطولين، أهل باطل، هيسألهم على إيه؟ ليسوا ثقات، ولكنه صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحق الذي أتى، بطول يعني بطلان، ومبطل كيده بحده، وهذه أولى بصفة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم من الأخرى، أي من قراءة الاستفهام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.